في أكبر ضربة لمافيا تصنيع العقاقير الطبية بدون تصريح، مديرية أمن القاهرة ضبطت مصنعاً لإنتاج الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية بفيلا بمدينة 15 مايو. القضية دي قضية تشمل ضبط متهم بيقوم بتصنيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية، تم ضبطه في إطار مكافحة الجريمة فيما يتعلق بسلامة وصحة المواطنين. تم رصد مجموعة من الأشخاص بيتداولوا المنشطات الجنسية والأقراص المخدرة وخاصة أقراص التامول بصورة واسعة بمنطقة حلوان والمناطق المتخمة. قمنا باستهداف وتجهيز مأمورية واستهداف الفكرة، وربنا كرمنا بالمصنع عبارة عن جراج الفيلا. ضبطنا 6 مكانات لتصنيع المنشطات الجنسية والمواد المخدرة ترامادول وتامول 225، وكمية كبيرة من المنشطات والمواد المخدرة. الضبط جاء بناء على معلومات وتحريات أفاد قيام صيدلي وتاجر بتصنيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية والإتجار بهما بالفيلا المشار إليها بدون ترخيص من وزارة الصحة وبمكان غير صحي وغير مهيأ لتصنيع وتخزين العقاقير الطبية. الحاجة دي أنا بصنعها من بداية من بودرة للمنتج مهم. والمصنع ده مرخص؟ لا يا فندم. وعسر على 600,000 قرص من أقراص التامول المخدر والمحظور تداوله، ومليوني قرص منشط جنسي، والأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع.